نروح بقى سنه كده للحدث الكبير والحفله الكبيره واليوم الكبير لخصائص سياده الرئيس لقادرون باختلاف، والحقيقه الانسانيات الرائعه اللي انا شفتها من كل واحد كان ليه دور كبير في هذا الحفل. هشام جمال يعني فنان كبير ومخرج ايضا كبير. هشام الحقيقه انا يعني ما تشرفتش بيه ان انا اشتغلنا وتعاملنا مع بعض في حياتنا، ولكن يعني مش ما انا شفته او الاهتمام او المجهود الخارق اللي بذله، تعامله مع الاولاد وتعامله الانساني كبني ادم، وازاي الناس كانت بتحبه، وازاي ان هو بذل مجهود كبير جدا جدا في امور ما اقدرش ان انا اتكلم عنها، ان الامور تبقى مع الاولاد في افضل حال. الحقيقه هو بس مش فنان ولا مخرج كبير، هو انسان كبير جدا جدا جدا. هشام مساء الخير. هشام مساء الخير. هشام مساء الخير. مساء الخير يا سيف، ازيك؟ ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ وحشني جدا. وانت كمان، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله، الحمد لله زي الفل. برحب يعني معايا نجم كبير اهو في التحليل، علي مكسر الدنيا وقاعد بيتكلم في الكوره وعامل شغل كبير. يا علي حبيبي، يا علي ازيك يا استاذ هشام؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. هتكسر الدنيا ولا ايه؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي، ان شاء الله. هشام انا الحقيقه بحييك على اليوم الرائع ده، بحييك على العرض الكبير ده، وبشكرك يعني في الجزء الثاني، الجزء الانساني ممكن اللي الناس ما يشوفوش، على التعب اللي انت تعبته انت والكرو اللي معاك كله، وعلى الجانب الانساني في التعامل مع الناس. انا الحقيقه ما اتعاملتش معاك قبل كده، ولكن اللي انا اتفرجت عليه وشفته انت بتتعامل ازاي مع الاطفال، وازاي انت المجهود اللي بتبذله والانسانيات اللي عندك تستاهل التحيه بصراحه. حبيبي يا سيف، وانا يعني انا مش بشوف ان ده جزء انساني ولا حاجه، انا بشوف ان اللي ما يتعاملش بالاسلوب المناسب وبحب وبتقدير مع الولاد بتوعنا هو ده اللي ما يبقاش انسان. انا بشوف اللي بعمله ده هو العادي وهو ده الطبيعي وهو ده اللي المفروض كل الناس بتعمله، او حد بيعمل غير كده هو ده اللي يبقى حاجه غريبه. على الناحيه الثانيه انا كمان بشكرك، احنا اول لما طلبناك يعني انت كنت موجود على طول، ولا فرق لك انت جاي تعمل ايه ولا اي حاجه، بتجرد بس ان انت تيجي وتسافرت الولاد وتبقى طبعا موجود معانا، فانا كمان بشكرك. وبرضه ردا على جمله الـ يعني الحفله، طبعا اشتغل عليها ناس كتير قوي 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 قوي، انا يعني كنت واحد من ضمن ناس كتير بتشتغل، ففي ناس كتير يشكروا على ده، ويا رب يا رب نوصل للنتيجه المرجوه من حفله زي دي، وهي فكره انه يبقى علي موجود معاك النهارده، وفي اسبوع تاني معاك علي او حد تاني، وفي الاغاني يبقى فيه مغنيين من ذوي القدرات الخاصه، وفي المسلسلات يبقى فيه، وفي الافلام يبقى فيه. الهدف الرئيسي ان احنا بنقول ان الولاد دول او ايا كان من الناس اللي عندها تحدي مختلف او عنده قدره مختلفه يتوجد له مكان، والناس تبص لهم بالطريقه المناسبه، ويعرفوا ان هم عندهم قدرات وقادرين يغنوا، قادرين يمثلوا، قادرين يتكلموا، وقادرين يعملوا كل حاجه بطريقه يمكن تكون في اوقات سبيشالي في الغنى وفي التمثيل اعلى من كمان الناس الكتير موجوده وناس بتاخد فرص. فانا مبسوط قوي قوي ان علي معاك، وان هو واخد فرصه، وان ده بدايه اكزامبل محترم وخطوه محترمه ان شاء الله تتكرر كمان مع ابراهيم فايق، ويا ريت كل البرامج تبدا، بس ما يبقاش سيزون قادرون باختلاف بتخلص الحفله وتبدا الناس بتظهر، لا يبقى ده حاجه ثابته وتبقى حاجه متكرره زي ما في امثله في المذيعين زي رحمه على قناه DMC وناس ثانيه. ف ده كده ملخص اللي عايز اقوله. انا الحقيقه يعني ان شاء الله باذن الله ناخد خطوات كبيره، كنت لسه بتكلم في الانترو ان شاء الله ما تكونش دي يعني اول لقطه، لا احنا هنكمل ان شاء الله مع علي لحد ما نروح لنقطه بعيده ونقدمه بشكل قوي. عايز اسالك على المجهود الكبير عشان ترتب او تجمع التفاصيل، يعني انا شفت تفاصيل كتير جدا جدا جدا، تفاصيل كل جزء تشتغل عليه، وتيجي في يوم زي ده تجمع كل التفاصيل عشان تخرج بالصوره دي. زي ما قلت لك احنا ناس كتير قوي قوي بنشتغل في تيم كامل من وزاره الشباب والرياضه على راسهم طبعا الوزير الدكتور اشرف صبحي، ورئيس اتحاد الاعاقات الذهنيه، الاتحاد الرياضي للاعاقات الذهنيه باشمهندس امل مبدا، صاحب فكره الحفله واكثر واحده بتعمل مجهود عشان الحفله دي تتعمل، التيم بتاع الاتحاد، التيم بتاع الوزاره، التيم بتاع الاخراج، والشركات اللي جت نفذت، وكل الناس اللي موجوده، كل الناس بتعمل مجهود فظيع، وزي ما انت بتقول في الاخر بنركب الحاجات دي على بعض. صح. علشان اليوم يطلع بالمستوى ده. التارجت كان السنه دي، او كل سنه بنحط تارجت ان ازاي
نعلي الليفل او نعلي الليفل في مستوى الحفله كفقرات فنيه وكفقرات حتى اللي فيها مكتسبات او بيطلع منها توصيات بتفيد الفئه دي. ف الحمد لله بقى عندنا سيستم على مدار الكام سنه اللي فاتوا بنشتغل بيه، بنحاول نطور كل سنه نتفادى المشاكل اللي احنا عدينا بيها او الحاجات اللي كانت بتعطلنا او اللي بيضيع فيها مجهود. اهم دور في كل الناس اللي اشتغلت على الحفله دي هم الاهالي زي مامة علي واهالي كل الولاد اللي اشتركوا، دول اكتر ناس بتتعب واكتر ناس يعني بيروحوا وبييجوا علشان التدريبات. احنا بنتدرب بقالنا 3 شهور ونص تقريبا، لك ان تتخيل ان احنا فعليا الاهالي دول بيسيبوا شغلهم وبيسيبوا ارتباطاتهم وبييجوا بالولاد عشان هم مؤمنين ان هم عايزين يدوهم فرصه، وعشان بنبدا الاول اختبارات ثم يبتدوا يجوا التدريبات الاولانيه ثم نبدا نروح على المسارح ونتدرب على مسرح وبعدين نكبر المسرح شويه لما الاعداد بتبدا تكمل كلها ثم نوصل للبروفات الجنرال اللي بنعمل فيها العرض بقى كامل على بعض. ف ده تفاصيله، وعلى راس الناس اللي انا يعني احب اشكرهم كل الناس اللي اشتغلت طبعا هم اهالي الولاد. الحقيقه يعني بشكرك هشام وبشكرك تاني، ومجهود خارق جدا ومجهود كبير جدا، وحاجه يعني دايما يا رب كده يعني تتحسب لك، وبتمنى لك يا رب كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. حبيبي يا سيف، وانا اللي متشكر ليك جدا جدا على الخطوه دي، وان شاء الله كل الناس تبدا تعمل ده، وده ما مش هيبقى اسمه ولا تقليد ولا اسمه حاجه، ده بالعكس ده هيبقى تضامن مع الولاد دول، وكل حتى هيطلع حتى هيكسب احترامنا واحترام الناس كلها. يا رب ان شاء الله تشوف المثال ده بيتكرر كتير، ونشوفك بقى على التلفزيون يا علي كتير. ها حبيبي يا استاذ هشام، ماشي حبيبي يا علي حبيبي، بشكرك. هتلاقيه قاعد مبتسم، انا مش بتفرج طبعا، هتلاقيه قاعد مبتسم طول الحلقه زي ما هو كان مبتسم في الكواليس عندنا. لا مبتسم ومركز وحاضر وقلبه جامد، وربنا يديله الصحه يا رب. ما شاء الله حبيبي يا سيدي. بشكرك يا هشام، بشكرك، اتمنى لك كل التوفيق يا رب. بشكرك، ربنا يخليك، ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا جزيلا هشام جمال، طبعا الفنان الكبير ومخرجنا يعني الكبير والشخصيه الرائعه. الحقيقه انا ما اتشرفتش ان انا يعني اتعاملت مع هشام او كنت اعرفه، ولكن اللي عمله والمجهود اللي عمله مجهود كبير جدا يستاهل عليه الشكر، وناس كتيره الحقيقه يعني انا ناس شركه منظمه ثروت والمجموعه اللي معاه يعني حاجه على خلق عالي جدا. اكرم مخرج برضو كان معانا شخصيه الحقيقه يعني نكن لها كل احترام. في لقطات بقى، في لقطات مش بتاعه تنظيم، في لقطات بتاعه حب. اللقطات اللي قدامنا دي هي لقطات حب، لقطات عاطفة، لقطات صنعها يعني حب وعلاقة وحب السيد الرئيس للولاد وعلى طبيعتهم. أنا الحقيقة يعني شفت السيد الرئيس إزاي بيتعامل مع الناس، وإزاي في نوع من الحنية الكبيرة والتعاون الكبير والصبر والضحك والسعادة والابتسام. الناس دي ما تضحكش كده وما تحبكش كده غير لو أنت بتحبهم من القلب